هذا الفيديو غير صالح مشاهدته لمرضى القولون ومرضى الكلى ومرضى القلب، وهذا تحذير من صاحب القناة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. ازيكم يا شباب، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد حسين، فيديو جديد. واعتقد سمعت التنبيهات في اول الفيديو، يعني قبل ما نشوف الفيديو كده اتاكد ان انت ما عندكش اي مرض من اللي سعفان قال عليهم دول. بقول لك يا اسطى، طب وبالنسبه للشال المراره؟ عادي يا ابني، انت ما تعرفش تقريبا الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتاعتنا شالوا المراره. اما بالنسبه للناس بقى اللي بتخش تتفرج على الفيديو تاخد غرضها من الفيديو وتخلع على طول، انت ليه ما بتعملش لايك ولا شير ولا سبسكرايب ولا اي حاجه كده؟ قبل ما نبتدي الفيديو كده انزل اعمل لايك للفيديو، ويا ريت كومنت حلو زيك كده تدعمني فيه. تعال نشوف اول فيديو كده. بس قبل ما نشوف اول فيديو، تحذيرا مني عشان الفيديو اللي انت هتشوفوه ده توم كروز العرب، بس للاسف اللي نازل منه بقرة. ايه بس كده؟ خلاص؟ ايه يا توم؟ اتكلم يا توم. ايه يا بغلت جاموسه بتستعمى؟ اهلا بكم في الترعه. لا وكمان كده هيتهياله ان شعر صدره هيكسب كل البنات. لا ده احنا نغني لك بقى. كل البنات بتحبك، كل البنات حلوين طبعا يا سيدي يا بختك، ده اللي زيك مين؟ البنات شغلاني بتاعتي مش شايفاني، ده اللي تاني. طب نشوف الفيديو اللي بعده. ريلي؟ لا حقيقي، فين اهالي البنات دي؟ ايه ياما ده؟ ازاي سايبه بنتك كده؟ لا والرومانس في الموضوع ان هي لابسه فستان. بقولك يا سعفان، تخيل كده لو مراتك في يوم فرحك باصت لك بالسنجه كده، تعمل فيها ايه؟ نعم، ترام كده واخد منها السنجه وارقص معاها. نعم، قصدي هاخد منها السنجه وهخنقها. هتخنقها بالسنجه؟ يا على العظمه. ما علينا، شوف الفيديو اللي بعده. ايه العظمه دي يا حاج؟ اقسم بالله عظمه. هو ده التيك توك ولا بلاش؟ الفيديو اللي فات بتاع البنت اللي كانت بترقص بالسنجه كنت بقول فين اهالي البنات دي؟ انا دلوقتي بس عرفت فين اهاليهم. على المروحه اشوفك من الكهرب يا بعيد. نركز جدا في الفيديو اللي جاي ده، مش عشان حاجه لا سمح الله، لكن تحس ان في افعى كده بترقص يعني. تعال نشوف الفيديو. طب ايه بقى؟ افهم انا ايه بقى من الفيديو ده؟ عليك جني مثلا؟ تصدق او ممكن يكون راكبها عفريت. ايوه بتحصل. والله غبي، ايش هذا؟ والله نفس المعنى. ايه يا ابني ده؟ سايب اختك كده ازاي؟ اتحداك انك بتعرف ترقص زيها. لما البنات تعمل كده في الفرح اروح انا العب بقى. بس يا اسطى هتقولها. لا يا عم مش هقول عشان انا محترم. ايوه كده، ثم الناس اللي بتتفرج على احمد الخولي على طول عرفت قصدك تلعب ايه؟ ما علينا، انا هتروح فين من ربنا؟ بكره هترقص رقص. يلا لفي فينا دوري، اللي شتموني حاليا بيسقفوا لي، صوتي جامد افرطه واقي كفوري، بعد التراك هتقول يا ولاد الايه دول بقرصوني، اوبس اوبس كله فيك انتوا فاشلين. يا نسا ده، يا العيلة كلها حريم ولا ايه؟ تلموا بنتكم يا ابني. يلموا مين يا ابني؟ دول عالم ولاد. بس انت هتغلط في الناس ولا ايه؟ مش عايزين اللي يتقدر، دول عالم عرق، هنشتمهم؟ ايه يا اسطى، هم لبسوك ولا ايه؟ انا طلعت كانكم اخوات بالظبط، تقريبا انت متعلم منها الرقصه دي. تعال نشوفكم في تحدي مع بعض كده. ايه حاله من الهيجان في الفيديوهين؟ ايه يا جدعان ده؟ كانكم لابسكم نفس العفريت بالظبط. ولا اللي بياكلوا سراسين يا راجل.
وبس يا جماعه، كلنا وصلت لنهايه الفيديو، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اهم حاجه تعمل سبسكرايب، اشترك في القناه عشان احنا خلاص طرنا ل 50,000 مشترك. ولو حابب تشوف الوش ده تاني ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. وقبل ما انقل الفيديو بس، شكرا جدا جدا لكل شخص بيدعمني سواء بشير بلايك بكومنت بالله اللي في القلب. ودي الكومنتات اللي قلت لكم هطلعها في الفيديو الجاي لو عملت شير وثبت الكومنت بتاعها. واشوفكم الفيديو الجاي، سلام. I didn't know what I had till I knew I was missing everything that